هذه أغنية برج القوس، تكاتف وتوسع وتعتير، وهو برج مسكين. عم يبعثوا لك كثير تحيات. نحن كمان بنوجه لهم تحية وعم نجرب نسرع قد ما فينا يلا لنقدر بعدين نستفيد ونسمع أصوات القوس. قوس هلا القوس، القوس قصته قصة. القوس يمكن لربما هو الأكثر تعبا بسنة 2017، بس مش كلهم، ومش بالتعاسة 2015 و16. في مساعدة له، في دعم له، في تكاتف معه. شو يعني في سبورت؟ في اكسبانشن، في نجاحات موجودة أكيد. مواليد نوفمبر على شط الأمان، مواليد 1-10 ديسمبر أنتوا على شط الأمان كمان. قطع عليكم ظروف قطوع. شو هو القطوع؟ قطوع هي جاي من كلمة بالأجنبي ترانزيت، ترانزيت يعني في شيء از ترانزيتنج، عم بيمرق، عم يقطع، بيقولوا قطوع. سمتايمز هالقطوع بيكون ايجابي حسب الكوكب شو هو وباي زاويه، لكن نحن هون معودين انه قطوع يعني شيء عاطل. اوكي، بالنسبه لبرج القوس مرق عليهم القطوع، ان كان صحي، ان كان بالشغل، قطوع ومرق، يا سلبي يا ايجابي، بس عند هاو اثنين بيبقى. عند العشريه الثالثه، العشريه الثالثه 11-20 ديسمبر، مارق بعده كوكب سحل، بعده عم بوجع لكم راسكم، بعده عم بحذركم انه انتبهوا ما تاخذوا قرارات جذريه، القرار اللي بتاخذوه الجذري رح تندموا عليه. طولوا بالكم هالسنه، ما تتركوا شغلكم، ما تسببوا انكم تنطردوا، ما تسببوا مشكل بحياتكم الداخليه الشخصيه مع اولادكم، انتبهوا لصحتكم، صحه اهلكم من حولكم. ما تجاسفوا، هيدي سنة ممنوع فيها الاستثمارات. وكمان يبدو بالحب وبالعاطفة، بكل شيء، يعني في طلاق وفي بكل شيء، بكل شيء يلي علاقته مضطربة مضطربة متقلبة منا ثابتة، هيدي السنة بتعيش فترات صعبة، امتحان، امتحان صعب. سنة الامتحان، سنة امتحان. ننتقل للجدي، وصول إلى القمة هو العنوان إذا بدكم الرسمي، بس العنوان مش رسمي، شب حلاوة وأفندي، أفندي بدنا نهديها لفادي. وأما الأغنية فهي يا جميل يا جميل. هيدي شب حلاوة أفندي؟ لا، هاي يا جميل يا جميل. يس. يا جميل، إيه أكيد جميل، جميل جدا برج الجدي بسنة 2017، سنة رائعة إلى القمة، زيحوا من الدرب، الشاشات كلها مليانة مواليد برج الجدي، إلا ما يكون في شيء برج الجدي عندهم، يمكن الأسندنت الطالع، يمكن هو الجدي، يمكن عنده كوكب كبير موجود. البرج الجدي من الاشخاص الناجحين جدا، من مشاهير 2017، من الاشخاص اللي مهنيا اجتماعيا بيوصلوا، يعني يتبوأوا. بس في تعب مثل ما عم شوف بالصحه، في تعب. المشكله عند مولود برج الجدي انه صحيا بينه وبين ذاته منه راضي، يعني قدامنا بيكون انسان مشهور عم بيزقفوا له، سيلبرتي، في اي بي، شو ما كان، تنقول وصل
لموقع عالي، هو باص، هو يمكن بشغله مميز استثنائي، لكن وراء الكواليس لما بيكون بينه وبين ذاته، لما ما حدا بيكون عم بيتفرج، ما حدا بيكون عم بيشوفه لمولود برج الجدي، ان كان بالليل ان كان لحاله ان كان، مش انه في حزن، في نوع من وحده، في نوع من قلق، في نوع من انكزايتي موجوده عنده صار لها سنتين. هيدي القصه بحاجه الى اهتمام لحتى ما تزيد، يعني ما بديها تقوى وتتجذر عند مولود برج الجدي، خليها تكون مرحله عابره، ما بديها تصير مساله دائمه عنده. نعم. ننتقل للدلو، طموحات ومكافآت سفر والغير رسمي، اصحاب متعبين. متعبين اصحاب متعبين. اما الاغنيه اللي اختارها جهاد فهي بكتب اسمك يا حبيبي. مع الدلو بيريسكوب هلا جو لايف جو لايف ستارتنج برودكاست مفروض هلا اشوفها هلا مفروض يشوفوا خليني ما انت اوريجينال ها هيدا اوريجينال هاي هلا الدلو وصلنا عم تبعتيها لحدا دلو معين عم ببعت لكل العالم ها نعم لكل العالم شو الدلو اوكي كيف بيوقفوا هيدا شيء هي ثاني مرة عشان انت فايتي صايره يعني عم توصلي لل ليك الكرات قديش عم توصلي للادكشن على قصص السوشيال ميديا لا مش ادكشن اكيد ستوب كيف عم تعملي ريجلاج يعني وقت مثل عندي فاضي ايه بحب تعرف حبيتها كثير السوشيال ميديا السوشيال ميديا انا بعتبر وهي من اختصاص برج الدلو على فكره برج الدلو اختصاص ولد صغير برج الدلو بيمسك لك ايباد انت ما بنعرف نستعمله هو بيعرف بيعلمك اياه ايه تكنولوجي كثير حلوه وعم نلاحظ بالابراج حتى عم تدخل التكنولوجي صح. عم تصغر يعني عم بتوجه الابراج لاعمار اصغر لازم نحطهم لانه بتعرف ليه لانه حتى الاولاد كمان بيتابعوا الاولاد كمان بيتابعوا طب بالويك اندز كمان بيهتموا اكثر برج عنده مشكله مع الواتساب بالسنه مين بدي اروح على الابراج الترابيه ديفينتلي الابراج الترابيه ممنوع واتساب بالسنه برج ترابي ممنوع الواتساب عندهم مشكله بال 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 بالميديا ما بعرف بدهم يحطوا حالهم شوي بالجو اكثر نعم. شو بدنا نقول لبرج الدلو برج الدلو من الابراج اللي ما عندها ابدا معاكسات من الابراج اللي ما فيها استثناء يعني بتفتح الكتاب كل برج الدلو ما عنده ولا كوكب لا نبتون ولا بلوتو ولا اورانيوس ولا زحل ولا ما في شيء عم بيعاكسه وبالتالي من الابراج القويه يعني الحظ الباب مفتوح قدامه بيبقى عليه من ايده بس ليه ما اعتبرتيه الاول بالابراج المحظوظه؟ لانه في اقوى منه، الحظوظ في حظوظ اقوى، في شيء جيد، في شيء ممتاز، في شيء ممتاز جدا هو جيد جدا نعم، واذا كان متزوج رح يقوي علاقته مع الشريك في عنده علاقات بتقوى مولود برج الدلو ما في سبب لحتى يكون في خلافات بيناتهم في عندي بس في كسوف بشهر اب يمكن هالكسوف ببرج الاسد ببيت الحب ببيت الشراكات نوعا ما يعمل علامه استفهام على علاقه ما فاذا العلاقات عند مولود برج الدلو منا مستقره منا مستتبه منا ثابته
يشتغل عليها شوي، بس اجمالا عنده سفر، عنده نجاح، عنده دراسات عليا جديده، عنده تفلسف زياده بحياته، عنده افكار اوريجينال بعد اكثر واكثر، بده يتحفنا. وختاما ل 2017 مسك رح يكون شخص سوبر سوبر امبورتنت، شيء كثير مهم. حلو، ولا استثناء. ما في استثناء. حلو. ختام الابراج، برج الحوت، تفانن ونضوج هو العنوان الرسمي، والعنوان غير الرسمي كل شغله اصعب من الثانيه رح يوقع فيها، من مشكله لمشكله. اما الاغنيه اللي نقاها جهاد فهي بنت الشلبيه. جهاد شكرا لك، بنتمنى لك كل التوفيق بالسنه الجديده، بسنه 2017. شكرا. محضرنا شيء هيك ان شاء الله. ان شاء الله تكون سنتكم حلوه، وميرسي لانكم اعطيتونا وقتكم ب 30 الشهر. وراح نترك هيك، نترككم مع الالحان اللي ممكن تريحكم هيدا السنه، لانه كل لحن سمعتوه هو خاص ببرجكم المستوحى من كتاب كارمن والابراج لل 2017. رح ناخذ اول اتصال من وسام وبنرجع بنختم مع الحوت. وسام شو برجك؟ ان شاء الله يكون الحوت. وسام قال. تفضل وسام. وسام الو. ايه برج الجدي. برج الجدي، عندك سؤال محدد لبرج الجدي؟ الو. نعم، عندك شيء محدد لبرج الجدي؟ يعني نعم، بعتقد وسام لازم يوضح. انا برج الجدي، وعلى طول بنسمع كارمن اكثر من 10 سنين. بده يوطي صوت التي في. بدك تقول شيء بعد؟ وانت ان شاء الله تكون سنه خير لك ولمدام كارمن، وانا بتفائل فيها لمدام كارمن كل يوم الصبح على الساعه 10 على فيوتشر. نعم، شكرا لك. انا عم بلعب شوي باعصابه لبرج الحوت صراحه، لانه دائما الحوت بيطلع من دون معلومات عنه، بيكون خالص الوقت. بدي وجه له تحيه لوسام، ثانك يو فور كولينج، شكرا لاتصالك. اصلا الجدي حكينا عنه اشياء كثير كثير حلوه، وثانك يو لانك بتتابعني دائما. الحوت، بدك نحكي عن الحوت؟ نعم. الحوت في عنده شغل،
شغله متعب، شغله تقيل، شغله صعب، أكثر من شغلة، أكثر من مسؤولية، أكثر من وجعة راس، 100 شخص بيطلب منه، ظروف عمله متطلبة، ظروف حياته المهنية الاجتماعية متطلبة، لكن مشي عاطل. يعني أنا بس عم بحط تكون بالصورة، أوكي في ضغوط، مين ما عنده ضغوط، لكن مولود برج الحوت هو برج حساس، برج لن يكون عام سهل، بده يتعامل مع الامور بنضوج لحتى حياته بسنه 2017 تمرق بسلاسه. في ضغوط، في مسؤوليات، لكن هيدي المسؤوليات هي رح توصله الى القمه، رح توصله الى القمه بال 2017. شيء انه تكون بلش تخلص 2017، مولود برج الحوت يدخل الى بيطلع من النفق، بيطلع من النفق، في عنده نضوج، ايه هيدي السنه بتختبره، هيدي السنه بتخلي مولود برج الحوت يشغل عقله مش عاطفته، وفي عنده باب سفر مفتوح، باب مجالات جديده، اكسبانشن، توسع، ازدهار موجود، خاصه بالنص الثاني من 2017. واستثناءات؟ عندي نبتون، كوكب قلبي حسنا في شيء. لا بس نسيت انت في، خلينا نشوف نبتون، خلينا نشوف نبتون، نبتون 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 نبتون، وين نبتون؟ عندنا مواليد 1-5 اذار مارس، كوكب نبتون هو يتراصف مع هالمواليد. نبتون شو ما بيعمل؟ نبتون مثل كيوب السكر تحطه بالمي وبيدوب، هيك كوكب نبتون 1-5 اذار مارس مطلوب منهم انهم يوعوا، يكونوا واعيين على كل شيء، يعني اذا ما شايفين القصه صارت قدامهم ما يصدقوها، ما يصدقوها، احتمال يكون في خيبه امل او احباط بمساله معينه لانه بيصدقوها الكلام المعسول، انتبهوا منه، ما تمضوا ورقه قبل ما تسالوا، قبل ما تستشيروا، بدكم تفتحوا عينيكم ودينيكم كثير. نعم، وبالعاطفه عنده خيبه امل بالحب؟ بالحب ماشي حاله، مولود برج الحوت بيقدر يدبر حاله، في مجال انه الامور عنده تتيسر، تتدبر، ومش بس هيك، في مجال انه شريكه بالحياه يكون داعم له. نعم. ناخذ سحر، مساء الخير سحر. صار لي زمان مش اخذ تليفونات، بتعرفي كنا واقفين على الشغله، هلا بس قد ما في ضغط. لا لازم ناخذ سحر، مساء الخير. الو مساء الخير. يا هلا تفضلي. مساء الخير، كيفك استاذ زفان؟ الحمد لله ماشي الحال، تفضلي. كيفك مدام كارمن؟ يا اهلا وسهلا يا سحر. ميري كريسمس ان شاء الله وهابي نيو يير عندكم ان شاء الله. شكرا. شو سؤالك او شو عبالك تعرفي؟ كيفك مدام كارمن؟ يا اهلا يا سحر، تحياتنا لكل صور. ونحن تحيات اهل الجنوب كلها لإلك. تسلمي، تفضلي شو سؤالك؟ أنا مواليد 7/6، حابة أعرف بس شو برجي؟ 7/6؟ 7/6 7/6 يعني مواليد الجوزاء، مواليد الجوزاء 7/6. اللي صاير عندك إنه مرقت سحر بسنة 2016 لحتى نكون شوي دقيقين أكثر، مرقتي بمشكل، بخلاف، يمكن مع شخص، يمكن مع شخص قريب منك، يمكن شخص غريب عنك، سبب لك نوع من مش انه صدمه، لكن وقفت عندك الامور، ما قدرتي كملتي بهالمشروع اللي انت فايتي فيه. بقول لك انه سنه 2017 توقع انه يكون في تغيير ايجابي، ما عم بحكي عن هذا الظرف، هذا الظرف يمكن صار وراكي وانتهى، لكن بقول لك انه في مكافاه لك، في رزقه لك، موست بروبابلي رح بتكون بالنص الاول من 2017، يعني اذا وصلنا لشهر اب بتكون قطعت الرزقه، بس في اشياء حلوه ناطرتك، ما تعتلي هم، وشكرا لاتصالك يا سحر. نعم، اذا بدنا بالدقائق الاخيره، اذا بدنا نجوز، يعني اذا حدا عزابه بدنا نجوز، يعني البرج الانسب الابراج له، اذا الحمل بده يرتبط مع مين بجوز الحمل؟ الرجل الحمل لمين بتجوزي؟ بس شو كابراج ولا انا كابراج الحمل اكيد على كله الميزان، اذا كله ميزان، اذا التقطته بميزان لا بغري. لا اكيد اصلا يلي بيجذبه للحمل هو الميزان، هو بالأساس. هو الاوبوزيت له، وبالتالي في اتراكشن، اوبوزيتس اتراكت، رجل ومراه، رجل ومراه. نعم، اذا الحمل للميزان، الثور الثورو في تجوز السنه
السنة ولا ان جنرال؟ لا لا السنة 2017. السنة في تجوز مع الميزان والعقرب، لانه هدول اثنيناتهم المشتري موجود فيهم. لا خلينا ناخذ احمد. احمد 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 وينك يا احمد؟ هو لا يوصل الصوت. احمد الو بونسوار. ايه تفضل احمد، شو عبالك تسال؟ بدي اسالك عن برج عن برج الحوت. نعم في سؤال محدد؟ اي مواليد؟ اي مواليد؟ 6 مارس. 6 مارس 6 اذار 6 مارس. نعم احمد شكرا لاتصالك. احمد بعدني عم بذكر تقريبا انت على الحفه، كوكب نبتون تقريبا رح يوصل لعندك. ما بعرف قد ايه عمره احمد، اذا بيشتغل او بيدرس، او بقول له لاحمد انه بدك تنتبه لانه كوكب نبتون مقرب صوبك. لما بيوصل كوكب نبتون معناتها في اشياء لازم تاسسها منيح. بدك تاسس منيح. اذا انت عم تشتغل بتمنى تكون المؤسسه اللي عم تشتغل فيها مؤسسه بتضاين انت فيها كذا سنه، يعني بده ينتبه من امور مش لا. واضحه، من اسس منا مرتكزه على شيء متين. لا. ينتبه امور صحيه كمان وعلاقاته كمان. نعم الجوزاء لمين بدنا نجوزه؟ الجوزاء السنه بلاقي له بيرتاح كثير مع الحمل، ديفينتلي بيرتاح معه، وبلاقي له كمان بعتقد انه بيرتاح كمان، عم بحكي عن سنه 2017، بيرتاح مع، رح بعده عن القوس، ما رح خليه مع القوس، بلا القوس، بلا القوس يعني يبعد مع الدلو، مع الدلو. السرطان، السرطان بيلاقي حاله مرتاح يمكن مع برج الاسد. الاسد ايه، وبيلاقي حاله كمان مع برج الثور. نعم. السنه خلينا ناخذ ربيع. مساء الخير يا ربيع، شو برجك؟ شو عبالك تعرف؟ مساء الخير مدام كارمن. يا اهلا وسهلا ربيع. انا دايما بتابعك بزوجك وبعالم الصباح كمان. تسلم، تفضل. بدي اسالك 17/2 وعم بحكي دايما بتصل معك. 17 شباط؟ نعم 17 شباط، وبدي اسال عن 9 شباط كمان. 7 شباط و9 شباط. نعم. اثنيناتهم ربيع من مواليد طبعا برج الدلو، او هيدي السنه مولود برج الدلو من الابراج المميزه، وهيدي السنه هي سنه انفتاح بالنسبه لكم، كانت 9 ولا حتى 17 شباط، سنه انفتاح. بالنسبه لك انت اذا انت 17 يمكن تتاخر شوي لتوصل لك هالرزقه او هالفرحه الكبيره، في احتفال ناطرك رح بيكون تقريبا تقريبا بين ايار و اي، انت لا انت رح اعطيك اكثر، انت رح تروح القصه بين تقريبا نص تموز اخر تموز حتى اوائل اكتوبر. و7 حكي تصور عن 9 شباط، 9 شباط يمكن ياخذ الرزقه قبلك شوي. نعم الاسد لمين بدنا نجوزه؟ الاسد الدلو، السنه كثير بيلبقوا لبعضهم، بيرجع بيمشي حالهم كثير منيح، وبيمشي حالهم الاسد بيمشي حاله مع القوس العشرية الأولى والثانية. نعم. طب فينا نقول مثلا إذا انفصال، يعني مثلا الأسد إذا مرتبط مع أي برج ممكن ينفصل السنة أو ما بتفوتوا بهال؟ لا بدنا ننبه يلي عنده معقول يكون عنده انفصال، سواء كان بعض مواليد برج القوس، يمكن بعض مواليد برج الحوت. نعم. بينتبهوا من هالقصة. ناخذ سمير. مساء الخير يا سمير. كميل تفضل. كميل الو. ايه تفضل. مساء الخير. يا هلا. بحب وجهي اول شيء يمند عليكم. ينعاد عليك يا رب. منيح الحمد لله انه قدرت احكي مع كارمن. يا اهلا. لانه صار لي انا سنين وسنين بالحق يعني على طول بحضرها على الفيوتشر. تسلم. وكمان على الفيسبوك على اليوتيوب كمان. صحيح. زغين ما تزعل، رهيبه، شابو با. انا من برج السرطان. اوكي، فعلى الساعة وعلى الدقيقة صحيح، إذا الصبح ما سمعت برجع بسمع 11 بالليل تشوف شو صار معي بالنهار، بيطلع قالت لي 11 مضبوط 100%. هلا مدام تحدي هي برج القوس، أنا سرطان، بس شابو با كارمن. وأنا انبسطت كثير إنه حكيت معك، لأنه صار لي زمان ساكن برا، أنا بيجي على لبنان، فصار لي زمان بدي أحكي لأنه أتشكرك. شابو با بريمون، شابو با. Thank you so much. عن جد ميرسي كثير، شهاده كثير حلوه، انا كثير بفتخر فيها.
شكرا لك، وان شاء الله على طول نكون قد قد المسؤوليه. نعم ناخذ ديانا. مساء الخير ديانا. ديانا طبشي العذراء الامين، بدنا نجوزها. العذراء بحاجه السنه، بتصور العقرب يرتاح مع العقرب السنه، وبيرتاح مع السرطان اكيد ديفينتلي. نعم. ميزان الميزان، الميزان كلهم راكدين ورا الميزان. نعم. الكل بيركض يعني عليه هو ينقي. إيه. يعني مين هو اللي بده ينقي؟ منقي هاي منقي. بس في نحس مثلا ميزان وحدا نحس؟ ليك اذا بده يضله مرتاح اكيد يبعد عن مواليد برج القوس السنه، يبعد شوي عن مواليد العشرية الثالثة الجوزاء، بيعذبوا له شوي. نعم. بيعذبوا له قلبه. ناخذ ديانا. مساء الخير يا ديانا. تفضلي يا ديانا. مساء الخير. يا هلا. مساء الخير. مساء الخير. يا اهلا. ينعاد عليكم. وعليك يا رب. تفضلي ديانا. ينعاد عليكم. وعليك. بدي اسال مدام كارمن عن ابني. نعم. مواليد 24 ايلول 94. نعم. شو بدك تسالي عنه؟ في شيء معين؟ 24 ايلول 94. هيدي التقنيه تشو صار. ايه يعني. ما بلشت عم بتطلع، بتعرفي عم بشوف فكرتك عم تلعب. لا لا حط 24 سبتمبر ال 94. هيدي بدل ال... هيدي بدل بدل الكمبيوتر. ايه. بحط بيطلع عندي، اذا بدي احط تشارت بتطلع هي تشارت. اوكي هيدي شو ابلكيشن؟ ايه؟ او انت عملتيها ابلكيشن وفينا كلنا نعملها او ما بنفهم؟ لا اعملها شوف. مش حنفهم. كانك شاطر وما حكمل يقول ما تزعل زبط. كانك شاطر فسر. اوكي شو بدنا نقول لديانا؟ عم شوف الكواكب، عم شوف تشارت مثلا. هلا انا عملت طلعت تشارت، ما بعرف اذا هادي بيقدر يطلع. طلعت معي تشارت مثل كانه معي كمبيوتر، هذا شيء سريع. اوكي سو هيدي هي تشارت تبعت ابنك، خليني اشوف بالنسبه شو 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 عم تسال. هلا بروح على الافيميريدس. ابنها ابنها بال 94 يعني عمره تقريبا 22 23 سنه. ابنها في عنده في عنده نجاح، يا اما بشغل ما بعرف اذا عم بيشتغل او عم بيدرس، في عنده نجاح باهر. رح بيكون هالنجاح ب تقريبا سبتمبر، بشهر سبتمبر، شهر سبتمبر. يا اما في عنده سفر، يا اما سفر، يا اما في عنده نجاح كثير كبير، تغيير كثير حلو وبفرح لك قلبك. وبيكون ابنك 24 سبتمبر اول مواليد برج الميزان، كان مفروض يكون بين عنده شيء بسبتمبر من شهرين. نعم شكرا لك كارمن، مع الاسف خلص وقتنا. رح خلص وقتنا، رح نتمنى لك من هلا عام سعيد. و مرق الوقت بسرعه. بسرعه ايه يعني شو بدنا نعمل؟ لو بعد ساعه بعتقد كان فينا نكفي. اللي ما جوزناه هون يدبروا راسهم، فيهم يشوفوا الكتاب وبيعرفوا من مين لازم يتقربوا. الى اللقاء، وانا من هلا بقول لكم كل عام وانتم بألف خير.